مرحبا، معكم راني. احنا هون رح نعمل شرح بسيط هيك كتست على برنامج معمول لل ايباد. رح اجرب شوي هيك اعمل شرح بسيط بالهاسكل، فهمكم شوي على الطريق وعلى السريع الهاسكل بطريقة هيك لوح مدرسي مثل يعني الجامعة شوي. طيب هلا بس هيك كمثال، مثلا خلينا نجرب. أنا قلت مثلا أنا عندي بدي أطلع الفاكتوريا، فكتبت فاكتوريال لـ x okay. بساوي fact of أو لا مش هيك okay. fact لـ x كمان خطة كتير. x ضرب الفاكتوريال تبع x ناقص واحد. اوكي طبعا كمان لازم ازيد اذا حطيتها هيك هون فاكت تبع صفر بيساوي واحد. الفاكتوريال هو عبارة انه بتقول مثلا فاكت خمسة بيساوي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، كلهم مضروبين ببعض. اذا فرضنا للخمسة، اذا للستة بتزيد للستة، اذا للمية بتضلك تزيد للمية. طيب اذا بالنسبة لنا بالهاسكل اذا حطيت هاي بعد هاي اوكي هيك بتصير الامور شو اسمه يعني بتضلها بشكل لا نهائي لا نهائي، ما فيني اوقف. اوكي فاذا اندو اندو اوكي كمان اندو منيح، في اندو هذه كتير ريحه بيحفظ البرنامج شو فيه هذا. طيب فاذا اندو كمان، اذا هاي الفاكتوريال صفر لازم نحط هون فاكت زيرو بتساوي واحد. خلينا نعرف شو اندو هيك شوي لنضيفها، بتساوي واحد كرمال شو هيدي هون لازم يكون في اوس، كرمال انك تصير تحط هاي بنسميها صارت هون هاي هي الادج كيس حالة الطرف. ليش؟ لانه هي الحالة اللي آخر شيء لازم يضل يعوض فيها. يعني أنت عندك هون أول مرة x، طيب هذه شو معناها الفاكت x ماينس واحد، بتروح مطالب الفونكشن مرة تانية اللي هو هون فاكت of x بتحطه وتعوضه، فبصير مرة تانية معك أنك عم تقول زي الضرب أوكي الفاكت تبع x ناقص واحد أوكي اللي هو هذا بيساوي x ناقص واحد ضرب الفاكت تبع x ناقص اثنين، وبتضلك على هذا الموال. فبتضلك تبدل الى انك تصل لحد ال edge case اوكي اللي هون اوكي، وبالتالي تكون انت وصلت ل يعني لقيمة الريكيرجن اللي بدك اياها حسب ما انت عوضت هون. طبعا طبعا هاي نحن كلها على بعض بنسميها العمليه كلها هاي بنسميها هي الريكيرجن. اوكي او بالعربي التردد اوكي او الترداد او التواتر، انا بحب اسميها التواتر اكثر لانه مثل خبريه، واحد بخبرك اياها عن خبريه واحد تاني عن خبريه واحد تاني زي ما بيعملوا بالاحاديث الدينيه او هيك، عرفت شو؟ فهذه هي مساله الريكيرجن. فارجو تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الشرح، وشو بدي اقول، ودائما او لا هيك سوبر لينكس اوكي. وشو كمان الإعلانات ماشي
بسأل.